اللي قتل أحمد ما أريد ينقتل. خلاص استسلم للقدر. الاثنين عندهم حل من الاثنين، لو يموتوا بالبيت لو يعيشوا بالشارع. الله بلانا بيك وبجهالك. اطلب هناك بسرعة. قليلها كلمة واحدة بس، باي را. من وياك السيارة هاي مو مقتل. أنا أريد الناس كلها تعرف قصدي. أنت وبتك بهذيكم بالمحاكم. هذا زمن ابن كلب. الإنسان النظيف ما يقدر يعيش فيه. شنو صار؟ تظاهر بالدراجة لأن السيارات ممنوعة. أنا سويت